قفزة في إصابات كورونا سجلتها ذي قارة التي تصدرت المحافظات العراقية وسببت امتلاء كافة المستشفيات العزل. هذا الأمر دفع الجهات الصحية إلى أنزال فرقها في حملة تلقيحية شملت كبار السن والمواطنين للحد من الإصابات التي أدت إلى وفيات بالعشرات خلال هذا الأسبوع. زال مستمر قطاع الناصرية الثاني بحملة نستطيع. حملة نستطيع هي تستهدف كبار السن والأمراض المزمنة. حملة نستطيع هو اليوم الثالث، احنا قمنا بزيارة العوائل في بيوتهم وحتى دوائر الدولة. الحملة هي تستهدف كبار السن بالذات، وكنت أواصل للمواطنين على الرقم على اتصالاتنا أو على صفحة الإعلام قطاع الناصرية الثاني وحتى دائرة الصحة في قار. من خلال حملة نستطيع التي أطلقها الدكتور سعد الماجد مدير عام دائرة الصحة في قار، قامت الفرقة التلقيحية الخاصة بقطاع الناصرية الثاني وبالأخص مركز حي المعلمين الصحي وبقية المراكز، فقمنا بتكوين فريق متكامل إعلاميا ومجهوديا وصحيا بنقل اللقاح الخاص بتلقيح المواطنين. طريقة نقل اللقاح، حفظ اللقاح بكولمنات خاصة ونقلها إلى في حين تجمع المواطنين في أحد البيوت ويتم تلقيحهم باللقاح الخاص ولقاح الفايزر الأمريكي. هي بادرة تعد الأولى لمحافظة عراقية يضاهيها تلقيحا في دوائر الدولة حيث لاقت استحسان المواطنين، بينما الأغلبية ما زالت تخشى عمليات التطعيم بسبب بعض الدعايات المتخلفة والمغرضة، فيما تمني دائرة الصحة نفسها بهذه الخطوة لتعزيز خطوط الصد بوجه الفيروس. عمل منا الجهود الكبيرة التي قدمها منتسبي صحة ذي قار ومنتسبي الصحة بصورة عامة في عراقنا الحبيب. بصراحة الجهود الكبيرة التي تقدم من أجل أخذ اللقاح والحملات التوعوية والثقافية والتثقيفية اللي يقدمونها الأخوة من أجل حماية العوائل، حماية الأشخاص بأخذ اللقاح، بصراحة احنا ندعم هذه الجهود الكبيرة. باللا مبالاة وعدم احتراز المجتمع ذي قار تعلق صحة ذي قار آمالها على الفرق الجوالة للحد من إصابات كورونا. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي الناصرية.